أشرقت الأنوار بقدومك، وتدفق النهر في إطلالك، وغردت الطيور بك، فيا أهلاً ويا سهلاً من أعماق قلوبنا. بالشيخ أبو سعيد حفظه الله ورعاه، وأقول: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. أحبتي الكرام، إن العلم من أجل الفضائل وأشرف المزايا وأعز ما يتحلى به الإنسان، فهو أساس الحضارة، ودور العلماء دور عظيم، فهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ويجتهدون في توجيه الإنسانية إلى الخير، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتوضيح الأكثر، ندعو الأخ عبد السلام من متخرجي الجامعة لهذا العام لإلقاء كلماته الموجزة، فليتفضل مجزيا مشكورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها الحفل الكريم، أود أن أكون معكم في هذه البرنامج العلمية تحت عنوان مسؤولية العلماء، سائلا من المولى حسن التوفيق والآداء. فيا شباب الإسلام، إن واقع الأمة الإسلامية واقع أليم مؤلم. دماء الأمة مسفوكة، أعراضها مهتوكة، وجثثها ممزقة. عقائد الأمة منحرفة، أعمالها منكرة، وأخلاقها مدمرة. إن اتجهت إلى الإسلام في الأرض تراه ضعيفاً مشلولاً متروكاً، فهذا الواقع الأمر هل من سبيل إليه؟ وهل من حيلة وقوة إلى إعادة أمجادنا السابقة؟ وهل يمكننا أن نبشر الناس بذلك الفجر الباسم؟ فجر الأخوة والمحبة، فجر العزة والمنعة، ذلك الفجر الذي يحمل تعاليم الإسلام من الوحدة والغيرة والجهاد والرباط، ومن إقامة الصلاة وآداء الزكاة، والبراءة من جميع منكرات الأعمال وسيئات الأخلاق. الجواب نعم، ولا إياس من رحمة الله. ولكن السؤال المطروح: كيف الأصول إليه؟ هل يطلع ذلك النجم الثاقب بدون كد وعمل؟ لا، بل لا بد من أن نكسبه بعرق الجبين. إذن فما هو السبيل إليه؟ السبيل حسب ما أخبر به القرآن وتاريخ الأمم السابقة، إنما هو العلماء، وليس أولئك العلماء الذين يعيشون عيش الفحش والمنكر، عيش اللهو واللعب، إذ ليس يوم من الزمان أولئك العلماء خلا أولئك العلماء، بل هم العلماء الذين رووا قلوبهم بمحبة الله، وشغلوا جوارحهم بذكر الله، وخشوا ربهم حق الخشية، وتعلموا من الدين حتى تروا. فإذا كان الحل فيهم، فهل نجدهم الآن هكذا؟ الجواب لا. إذا عندما نريد أن نخرج من هذه الماساة، لا بد من أن نوجه خطابين: خطاب لآباء الأمة وعلمائها، وخطاب لشباب الأمة وفتيانها. فيا شباب الإسلام، يجب على الآباء والعلماء أن يهتموا بشبابهم الذين يترعرعون في أيديهم، وإنما نعني بهذا الاهتمام أن يعلموهم ويلزموهم على النقاط التالية: أولاً، العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله والسنة الصحيحة المسندة، كما قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال نبي الرحمة صلوات الله عليه وسلامه لمن سأله من الفتيان قائلاً: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثانياً، العلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وذلك العلم هو علم الكتاب والسنة. وشبابنا اليوم بسبب بعدهم عن هذا العلم وقعوا فيما وقعوا فيه من الزيغ والضلال، والتقليد
لأهل الشرك والفساد، فيجب على العلماء والآباء أن يهتموا وأن يخطوا خطوات جادة في هذا الباب المهم. وهذا هو القرآن يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأيضا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأيضا يقول: وقل رب زدني علما. ثالثا العمل الصالح، لا بد للعلماء بعد توجيههم وتحريضهم على العقيدة السلفية والعلم النافع أن يهتموا بأعمال الشباب، فيلزموهم بالعمل الصالح من العبادات الفرضية والنفلية، كما يقول سبحانه عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. رابعا الخلق الحسن، من الصدق مع الله ومع عباد الله وحتى مع نفسه، والمؤاخاة، والصبر مع جميع أنواعه من الكف من المنكرات، والمسابقة على الخيرات، وعدم الجزع في المقدورات، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لفتى من فتيانه وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا غلام اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إخواني الأعزاء، والخطاب الثاني الذي وعدناكم بتوجيهها وهو الخطاب إلى الشباب نفسهم: يا أيها الشباب، إن لكم بمن سبقكم من سلف هذه الأمة مثل زيد بن حارثة والمثنى وجعفر بن أبي طالب وأنس بن مالك وابن عباس ومحمد بن قاسم وغيرهم لأسوة حسنة تتأسون بهم، فاقتدوا في تمسكهم بدينهم وتضحيتهم لعقيدتهم. أيها الشباب، إياك وقرناء السوء، اتركوا أولئك النافخين الكير، والله لن ينفعوك، ولازم مجالس العلماء الربانين، وأطيعهم فيما يأمرونك، ولا تقع في ريبة بأيدي من أعداء الدين فتقلدهم تقليد القردة، ولا تستمع إلى أعلامهم المزل مثل الجرائد والصحف والمجلات والمسلسلات والقنوات، وكن مميزاً في تعاملك مع الآخر، برّاً مع والديك، عطوفاً مع إخوانك، لين الجانب مع جيرانك. اللهم ارزقنا في أمتنا شباباً صالحين ومربين قانتين، وأعيد إلينا مجد أمتنا الماضية، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.